لو الحكاية فيها إن فيتو بعودة الحضر الأهلي. أنا نفس الحضر يرجع الأهلي، بس نادي الأهلي أكبر منه ومش عايز يرجع الأهلي. بس أنا بحب الحضر على شخصيته كده، لكن هو عشان ساب الأهلي وهرب، نادي الأهلي أكبر من أي حد. أكيد طبعا بعد اللي عمله في الماتش الأخير. وأنا برحب بيه لأنه هو شخص محترم وشخص يعني جدير بالثقة وشخص عنده خبرة يعني فوق الحاجة 40 سنة، ودي حاجة تخليها إيجابية اللي هو يرجع. أنا مرحبش بعودة الحضري الأهلي. هو متألق يعني في الفترة دي في مصر في الماتشين اللي فاتوا والثلاث ماتشات اللي فاتوا اللي وقف فيهم، بس أنا شايف برضو إن إحنا محتاجين شباب يطلعوا. طبعا يعني عشان هو من الاول يعني كان معاهم، فيعتبر ان هم ليهم فضل يعني بعد ربنا عليه. زملكاوي زي ما قلت لك من شويه، وبعدين انا بحب الحضري جدا، وانا برحب بعوده الحضري لان دي طبعا امنيته، وانا عارف ان هو بيتمنى ان هو يرجع عشان هو يعني السد العالي زي ما احنا عارفين بيه، ومن زمان هو في النادي الاهلي ومعروف وادى خدمه حلوه للنادي الاهلي، نتمنى ان هو يرجع الاهلي. ارحب تماما رغم أني كنت ضد عودته، إنما ما أنجزه الحضري وما عمله للفريق الوطني ولكل الأندية التي شارك فيها، فأنا أتمنى من الله أن يعود الحضري إلى النادي الأهلي ويختم حياته فيها. لا يجي إن شاء الله، ده هو كويس أوي، أنا بحب عوي. كان بيتكلم على الرموز بتاعت النادي الأهلي زي حسن حمدي وزي محمود الخطيب، إن هم كانوا رافضين انه يرجع الاهلي، وده كان لاسباب واسباب كويسه جدا واسباب ليها معاني، ان هو طبعا مشي من الاهلي من غير ما يستاذنه، فهو تحامل عليهم، فالاول يبدي احترامه للناس ديت وبعد كده يرجع الاهلي.